السلام عليكم شباب بنات مشروع وطن عربي، معكم محمود الشرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين لشد ورفع الصدر. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتكم دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره توصل لكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض باقي التمرين، عايز اقول لكم ان كل تمرين اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعده ويساهمه بشكل كبير جدا على شد ورفع منطقه الصدر عند كل البنات وكل السيدات اللي بيعانوا من مشكله ترهلات الصدر الشديده. وبرده لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه الصدر، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بطريقه مفهومه وبطريقه واضحه جدا. حلو قوي. التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمله مع بعض وحارت عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات ب 10 عتاد. يلا بينا.
وطول الوقت حارض عليكم، وهنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، والتمرين ده برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات ب 10 عدات. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقة الشرح احنا بتاعتون. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على الكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت، او تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كرة توصلكم كل فيديوهات جديدة، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا منها. سلام عليكم.